انت سبق مره كلمنا اخوك وقال ان اللي يدرسني اختي شيخه انت ولا غيرها؟ اي انا. انت اي؟ ما شاء الله صاروا اللي يردون علينا من اهلنا ذولي. ما شاء الله هذا معمول جديد. ما شاء الله جديد. نعم معمول جديد اهتزينا. وش اخبار شلون اخوس عساه طيب ان شاء الله؟ طيب. طيب شلون افطرتي ولا توت؟ افطرنا. اي وش افطرتوا؟ الحمد لله. وش افطرتوا؟ مزة دجاج. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وش بعد وش بعد بعد؟ وسمبوسه. سمبوسه وش فيها؟ لحم. دجاج. دجاج بعد؟ دجاج جديده ما. يعني ما فيها لحم ولا خضار ولا جبن ولا بيض ولا بيض وجبن. جبن حلو. وش بعد وش بعد وش كليتوا؟ علمينا اكلات الحسا الزينه. يلا زبديه. وش اسمها؟ زبديه. ما عرفتها. زبديه. وش هذا زبديه؟ وش عباره عن ايش؟ حلاوه مهلبيه. 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 صدق هذا عقب بديك تفوز واحد داعي علينا. اي والله حظ حظ. اي وش بعد وش بعد؟ مهلبيه. أيه. وهريسة. هريسة عدل. كلها تصلحونها في يوم واحد ما شاء الله. ولا هذه بقى رمضان بقى المقاضي كلها حق من اول تخلصون الشهر. منها يحطون تصليح. هاي شيخة؟ لا هذه اليوم بعد. ايه حلو حلو شغل متكتك. طيب السحور وش تاكلون؟ وش سحرون عليه؟ بقايا الفطور. ايوه والله انكم ممتازين. نعم. ومقتصدين. نعم. وما شاء الله يعني بقايا الفطور ما يرمون شيء. نعم. لان فطورهم واجد ما شاء الله عليكم. عندهم بعد رز حمر. حمر. طيب شيخه اذا جينا اذا جيت انا وراشد لكم في الحسا بتخلين اخوت يقهوينا ويعشينا؟ حياكم الله. يا سلام يا سلام. الحسا ذولي وش الحسا هذولي؟ حسانة. الحسا حسانة. عبد الرؤوف زد اشتغلته في الحسا انت ولا لا؟ قبل زمان. عبد الرؤوف وين اشتغلته؟ الجفر. اه ما شاء الله. هذا الحسا ذولي دوا ما شاء الله. معلوم كلام ايش بنت؟ بنت تقول اذا جيتوا للحسا تجون عند اخوي تاكلون عنده وتعشون. طيب وش تبين نسألت؟ ابشري امري تدللي. يلا يلا وش تبي؟ اللي نبي اللي انت احرجتينا الحين قلتي كلام زين وكلام مرتب وكلام مؤدب. يلا وش تبين وش تبين اختاري طبي وتخيري. ابي افوز. تبين تفوزين نف بس لا تزعلين علينا ها زين؟ تمام. يلا تمام التمام. تمام تعال اقول لك ابو عبد الرحمن. يلا تعال 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 تعال. أيوة الحين أيوة. المخططين اجتمعوا ايش؟ ايوه يلا. طيب اسلم اسلم. طيب هذه أكلة رمضانية. هذه الأكلة يسوونها بالعجين. هذه الأكلة الصعبة وله بكل واحد يقدر يتقنها لأنها تحتاج إلى حشوة والحشوة هذه كل ناس حسب يعني مزاجهم. هذه الأكلة تجي منها مقلي ويجي منها مشوي. المقلي الأطباء والأساتذة في التغذية ما يمدحونها لأن فيها زيت كثير فالمفروض أنها تكون في الهوائيات هذه أو اللي في الفليبس ولا غيرها. أيوة. هذه الأكلة فيها أنواع كثيرة. هذه الأكلة أحياناً بعض الناس يحطها حالية وبعضها بالجبن وبعضها باللحم وبعضها بالدجاج وبعضها بالخضار إلى آخره. هذه الأكلة حالاتها في رمضان. هذه الأكلة فيه ناس تفرزنها قبل علشان ليجي رمضان لأنها يبغالها أعداد مو بسهل. وش يسوون؟ يحطونها في الفيزر وإذا جو بيطبخونها مجرد قبل نص ساعة بس يطلعونها يا يقلونها يا يحطونها في الفلبس. هذه الأكلة ماكلتها شيخة المغرب. هذه الأكلة شكل شيخة
بنت في الحسا مع اخوها عمر ولا شو اسمه اخوها والله ما ادري شو اسمه ستس اخوها هم يحبونها وليجيناهم انا وراشد وعبد الرؤوف يمكن 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 يعطوناها لان بطوننا حاره هن ان دوري لنا نبي احد يعزمنا هذه الاكله يبشرون فيها يا بعض خلاص بس 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 وش ذا البنت ايش ذا يا جماعه الخير قولوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله وش هالملح وش هالقبله يا مالي يا حلالي تستاهل والجواب صحيح صحيح سمبوسه سمبوسه ومبروك مبروك مبروك مبروك, مبروك.